تستقبل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سكيدا سيارة الإسعاف هذه، سيارة كان على متنها مواطنة حاملة لفيروس كورونا، فبعد نقلها لمستشفى الولاية يتجه أعوان الحماية المدنية الذين قاموا بعملية نقل المصابة إلى هذه الوحدة، أين يكون في استقبالهم طبيب الوحدة وزملائهم للقيام بالإجراءات اللازمة لعملية التعقيم مع احترام مسافة الأمان. قمنا بتعقيم جميع الوسائل اللي عندنا، جميع سيارات الإسعاف، حتى ولينا نقوم بتعقيم سيارات الإسعاف كما نقولوا سيستيماتيك، حاجة كما تدخل مليني تدخل مليني تتعقم قبل ما تدخل للوحدة، من أجل دائما من أجل حماية فرد ولا عون الحماية المدنية. فبعد نقل كل حالة سواء مشتبه بها أو مؤكدة، يتم غسل سيارة الإسعاف بماء الجافيل من الداخل والخارج، ثم يتم وضع جهاز خاص بالتعقيم داخل سيارة الإسعاف لمدة 40 دقيقة، هذا ويتم التوجه لمكان خاص لنزع لباس الوقاية، فبعد نزعه يتم وضعه في كيس بلاستيكي ويتم حرقه، ناهيك عن غسل الأيادي والأحذية وغيرها من الإجراءات الوقائية. كما تعرفوا عون الحماية المدنية هو اللي يكون في الواجهة الأول بالنسبة لعملية نقل المريض، لذلك رانا نقوم بعملية تعقيم جد حساسة. هي عينة فقط من العمل الروتيني لأعوان الحماية المدنية لتجنب تسجيل المزيد من الحالات.